السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبعوا هذا الفيديو. أخبار صادمة ومفاجئة في نفس الوقت واللي توصلنا بها إخواني أخواتي، واللي كتأكد أن المغنية غتوصل بواحد إشعار للحضور للمحكمة يوم الاثنين المقبل، كذلك مذكرة بحث يعني دولية في حق سيمونا اللي مازال مختفي على الأنظار بالولايات المتحدة الأمريكية إخواني أخواتي. فللتأكيد فقط، فهذه المعلومات اللي كانت تأكدت سابقا وتم تأكيدها حاليا ورسميا، أكيد أن العصابة الحمزاوية يعني ذات النهاية ديالهم قبل فوات الأوان إخواني أخواتي، خصوصا في ظل تسريب معلومات خطيرة وخطيرة جدا، واللي هي الوثائق اللي كان سربها الدكتور رشيد العمارتي في هذا الموضوع. فيما يخص المغنية واللي كانت يعني محكومة بواحد سنة نافذا، واللي ما تمش تنفيذ الحكم في حقها بسبب ان وضعت واحد يعني طلب ديالها لدى محكمه النقد والابرام. اكيد هذه المحكمه النقد والابرام اللي تم تسريب معلومات اخواني اخواتي، معلومات يعني اللي كتبت فعلا انه سوف يتم اعاده النظر في هذه القضيه ديال المغنيه، وبالفعل غيتم تنفيذ الحكم في حقها اللي هو سنة سجن نافذا، وبالتالي غيتنصفوا ديك الضحايا جميعا فيما يخص هذا الحساب اللي تألموا منه ومن يتضروا منه، خصوصا في ظل يعني مجموعة من المفاجآت اللي خلات هاد الضحايا يعني يطالبوا بالحق المدني، كذلك يطالبوا يعني المحكمة بالإنصاف ديالهم ولو بمعاقبة هاد المغنية اللي مازال كتحدى الجميع. مؤخرا إخواني أخواتي اللي توصلنا بواحد الخبر اللي هو يعني محاولة هاد المغنية الهروب إلى فرنسا، وبالفعل يعني موظفي يعني المطار ديال محمد الخامس اللي منعوا هاد المغنية للعبور الى الضفه الاخرى، خصوصا بعد ما يعني وصلهم يعني واحد الانذار او لواحد الخبر من عند النيابه العامه يعني باش هاد المغنيه ما تخرجش يعني خارج الوطن في ظل يعني المحاكمه وفي ظل القضيه اللي مرفوعه ضد بما يسمى الحساب حمزه مومبيبي. فهي الان اخواني اخواتي اللي كتعيش واحد الحاله نفسيه صعيبه في هذا الخصوص، خصوصا وانها يعني هذا الملف اللي مازال متطول لحد الساعه. فالحمد لله على هذاك الاستاذ رشيد العمارتي اللي مازال كيكشف المصدر، راه صراحه هذا السيد راه ما جبش المواضيع، ما جبش الوثائق كامله بهذا الخصوص، فهو جبد الا القليل قله اخوان اخواتي، ما بغاش هو يحرك هذه المراحل، خصوصا وان هذه العصابه الحمزاويه راه تابعه يعني مجموعه من الاتهامات اللي هي خطيره بما في هذا الموضوع ديال الوفاه ديال وئام الدحماني. ف بالمناسبة هذا الموضوع ديال الوئام الدحماني والشرطة الإماراتية اللي بالفعل يعني قامت بإعادة فتح هذا الملف بطلب من العائلة ديال الوئام الدحماني اللي دفعت يعني ديك الملف لدى النيابة العامة ديال الإمارات أبو ظبي، خصوصا في ظل هذا تسريب هذه المعلومات اللي هي مهمة يعني على حسب يعني ما يروج اليوم. فعلى أيين وئام الدحماني إخواني أخواتي اللي فيه مجموعة من المتهمين واللي ارتكبوا هاد الجريمة، واللي مازال البحث جاري لحد الساعة يعني عن أسماء أخرى من غير الأسماء يعني اللي هي ديال العصابة الحمزاوية اللي متورطة في هاد القضية. أكيد هناك من جنسيات أخرى، فكما هو معلوم المعلومات اللي توصلنا بها اللي كتقول يعني هناك أشخاص من جنسيات مختلفة كباكستان، كذلك من دولة يعني البحرين، كذلك من دولة الإمارات. إخواني أخواتي، فحتى هذه الخطة اللي كانت رسمتها المغنية على أساس أنها تشارك واحد البرنامج ديال رشيد شو اللي هو كنز الجزيرة، اللي ما يسمى بهذا كنز الجزيرة، واحد المسابقة هنا أنها يعني حاولت تشارك في هذا البرنامج، يعني مشات للمطار
وحاولت أنها تدخل ولكن تسد في وجهها جميع الحدود بطلب من النيابة العامة، خصوصا أنها وصلها إشعار بحضور إلى المحكمة للنظر في القضية ديالها اللي كتيرها مجموعة وكتشوفها مجموعة من الشكوك إخواني أخواتي. فعلى أين الأيام القليلة القادمة تبين الحقيقة ديال هذه العصابة الحمزاوية، هل فعلا يعني متورطة في هذه القضية ديال الوئام الثماني، أم القضية غتكون في هذا القضاء اللي مازال غتبحث في هذا الشيء كامل. فبخصوص يعني المرض ديال المغنية اللي بعد ما تسربت بعض المعلومات أنها مريضة يعني بواحد المرض مزمن، وبالفعل الطبيب كيكشف عن هذا المرض وعلى أساس الأسباب الحقيقية هو أن السيدة يعني ضررت كثيرا بعد ما تسربت مجموعة من الوثائق اللي كان سربها الأستاذ رشيد العمارتي، بقات كترد لنفسها، تعصبات، تفقسات يعني، وهذا الشيء اللي خلاها أنها تصاب بواحد المرض الله يجيني ويجيكم إخواني أخواتي منه. فهي كتعيش حالة من الاكتئاب الحاد، يعني كتعيش حالة نفسية صعيبة بسبب هذه الأخبار اللي كتوصل منها دائما، كذلك التهديدات ديال الطليق ديالها اللي دائما يعني راه ما عنده ما يخسر، كيدخل يخرج في التيك توك يعني وكيسرب معلومات السيد يعني سارحة بهذا المعنى سارحة، وكيجبد بعض المعلومات وكيضرب معاني، واكيد ان الكلام ديالو فيه واحد الرسالة للسلطات الأمنية باش تكشف على المستور وتعرف الحقيقة ديال هاد المغنية اللي ما عقلاتش عليه اصلا، وحتى هو انه يعني رفع شكاية ضدها من اجل المطالب بتبني الابناء ديالها، لان الابناء ديالو لانه يعني كيشك في التربيه ديالها ديالهم، وهادشي من حقه، ولكن السيده راه ما يمكنش يعني تسلم الاولاد، خصوصا انها عندها مسؤولين كيحميوها في هذه القضيه، راه ما يقدر ليها الا الله سبحانه وتعالى. هاد السيده يعني بعد تسريب بعض المعلومات اللي كما سربها الاستاذ رشيد العمارتي، واللي قال ان هناك واحد القاضي كيحمي هاد المغنيه، وبالفعل يعني كشف الامر ديالو وتم التحقيق معه، واللي هو بدوره كشف عن 14 محامي 14 قاضي في هذه القضيه ديال حمايه المغنيه. فرشيد اولى المحامي ب20 اللي كان عطاه جميع الضمانات على اساس انها ما تدخلش للسجن، وبالفعل ما دخلهاش للسجن الى حدود هذه الساعه بعد الخرج المفاجئه بهذا المعنى جمع لهم حب وتبن هاد رشيد المارسي بهذا المعنى. والاكيد ان القضاء الكلمه ديالو الاخيره في الايام القليله القادمه، على اي يوم الاثنين القادم اللي غيكون يعني الحضور ديال هاد المغنيه بدون صحافه بدون اي شيء، غيكون داك الشيء يعني خلسه كما نقولوا، غتدي بالمعلومات ديالها، غتدي بالتصريح ديالها لدى امام القاضي التحقيق، ومن تم غيشوفوا القضية ديالها فين غتوصل. إخواني أخواتي، فحتى هاد الخطة اللي كانت رسمتها المغنية على أساس أنها تشارك واحد البرنامج ديال رشيد شو اللي هو كنز الجزيرة، اللي ما يسمى بهاد كنز الجزيرة، واحد المسابقة، وهنا أنها يعني حاولت تشارك في هاد البرنامج، يعني مشات للمطار وحاولت أنها تدخل ولكن تسد في وجهها جميع الحدود بطلب من النيابة العامة، خصوصا أنها وصلها إشعار بحضور إلى المحكمة للنظر في القضية ديالها اللي كتيرها مجموعة وكتشوفها مجموعة من الشكوك إخواني أخواتي. فعلى أين الأيام القليلة القادمة تبين الحقيقة ديال هذه العصابة الحمزاوية، هل فعلا يعني متورطة في هذه القضية ديال الوئام الثماني، أم القضية غتكون في هذا القضاء اللي مازال غتبحث في هذا الشيء كامل. فبخصوص يعني المرض ديال المغنية اللي بعد ما تسربت بعض المعلومات أنها مريضة يعني بواحد المرض مزمن، وبالفعل الطبيب كيكشف عن هذا المرض وعلى أساس الأسباب الحقيقية هو أن السيدة يعني ضررت كثيرا بعد ما تسربت مجموعة من الوثائق اللي كان سربها الأستاذ رشيد العمارتي، بقات كترد لنفسها، تعصبات، تفقسات يعني، وهذا الشيء اللي خلاها أنها تصاب بواحد المرض الله يجيني ويجيكم إخواني أخواتي منه. فهي كتعيش حالة من الاكتئاب الحاد، يعني كتعيش حالة نفسية صعيبة بسبب هذه الأخبار اللي كتوصل منها دائما، كذلك التهديدات ديال الطليق ديالها دائما
يعني راه ما عنده ما يخسر كي يدخل يخرج في التيك توك يعني وكيسرب معلومات السيد يعني سارحه صار بهذا المعنى سارحه وكي يجبد بعض المعلومات وكيضرب معاني اكيد ان الكلام ديالو فيه واحد الرساله للسلطات الامنيه باش تكشف على المستور وتعرف الحقيقه ديال هاد المغنيه اللي ما عقلاتش عليه اصلا وحتى هو انه يعني رفع شكايه ضدها من اجل المطالب بتبني الابناء ديالها لان الابناء ديالو لانه يعني كيشك في التربيه ديالهم وهادشي من حقه ولكن السيده راه ما يمكنش يعني تسلم الاولاد خصوصا انها عندها مسؤولين كيحميوها في هذه القضيه راه ما يقدر ليها الا الله سبحانه وتعالى. هاد السيده يعني بعد تسريب بعض المعلومات اللي كما سربها الاستاذ رشيد العمارتي واللي قال ان هناك واحد القاضي كيحمي هاد المغنيه وبالفعل يعني كشف الامر ديالو وتم التحقيق معه واللي هو بدوره كشف عن 14 محامي عفوا 14 قاضي في هاد القضيه ديال حمايه المغنيه. فرشيد اولى المحامي بوعشرين اللي كان عطاه جميع الضمانات على اساس انها ما تدخلش للسجن وبالفعل ما دخلهاش للسجن الى حدود هاد الساعه بعد الخرج المفاجئه بهذا المعنى جمع لهم حب وتبن هاد رشيد المارسي بهذا المعنى. والاكيد ان القضاء الكلمه ديالو الاخيره في الايام القليله القادمه على اي يوم الاثنين القادم اللي غيكون يعني الحضور ديال هذه المغنيه بدون صحافه بدون اي شيء غيكون داك الشيء يعني خلسه كما نقولوا غتدي بالمعلومه ديالها غتدي بالتصريح ديالها لدى امام القاضي التحقيق ومن تم غيشوفوا القضيه ديالها فين غتوصل. اخواني اخواتي حتى لا اطيل عليكم نكتفي بهذا القدر وما تنسوناش باللايكات ديالكم والبارطاج ديالكم لهذا الفيديو بالضبط باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.